سقلوا كذا سلام على عباد الذين اصطفى ربنا زدنا تقى وهدى ولا تحرمنا من عطاء شكرنا امين يا حلو. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على المختار لنفس الوضع. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز. حب نتذكر ونذكر الله بهذا الاسم الجليل وهو اي الله العزيز. انتم بك عزيزة انا بكل الخير بذلك الملك الكبار بذلك الملك العزيز مخطرت انت تتعبط شرا من نفس الكتاب انت تبحث تحت وعد الشر وبارك الشر وبارك تقرأ لنا كل مع ربي ما شققت شيء محبوب مشؤول كل ما تجدت بغير تسبيح وخير غير تكبير حتى تدعو خدت بالك انت مات. اذا سبح لله الان بعد مقدر من تخش الآية وهو العزيز يعني اذا كان ما سبحتوش فيدلك يا ايها العزيز ببعض انا هو العزيز بحق ولا شبيه له ولن يكون له كبوة احد فكان كان والسلام.